29/9/2012 قرية المزاريب في محافظة درعا تعرض لقصف مدفع عنيف جدا بالمدفعية الثقيلة مقذاة في الهون. الله أكبر الله أكبر. قصف مدفع عنيف جدا. الله أكبر الله أكبر. 29/9/2012 قوات النظام الأسدية تقوم باقتحام قرية المزاريب. الله أكبر. وتشن حملة قصف عنيف جدا بالمدفعية الثقيلة. الله أكبر الله أكبر. قصف عنيف جدا على قرية المزاريب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قصف بالمدفعية الثقيلة. الله أكبر.